نروح حق قرارات تحكيميه والخاصه في مباراه السالميه والتضامن. شوف شوف اللعبه شوف هذه اللقطه شوف اللعبه يلا هذا فواز عايد يخطر اعتقد اذا ماني غلطان ما اقوى شيء من الحكم عمار اشكنا لا مو عمار لا علي فؤاد الحكم علي فؤاد هو طلع ولا سوى له اي شيء ما سوى له شيء انذار شفهي لانه اول خمس دقائق يا جماعه خالد بس دخول كذي عبد العزيز راح طق والله لو التضامن داشين كذي كان كرت احمر انت شو تقول كرت؟ كرت ابو جاسم احمر ابو فواز اصفر طيب احمر خمس دقائق قاعد اي خمس دقائق شنو اول خمس دقائق قاعد من اول دقيقه نروح حق القرار هذا شفهي معطيه ما تقول بعد شفت الهدايا عبد العزيز شفت الهدايا لاعبي التضامن هني طالبوا بركله جزاء وهذه ركله جزاء صحيحه انت بعد لا لا لا, لا انا ضدك عزيز ابو علي برا داخل لقطه مو واضحه بالصوت ها واضحه وما حسب شيء يعني مشاه شوف هني لا برا داخل وين برا حبيبي ابو علي لا برا هو ما حسب شيء يعني فاول ولا ما فيها شيء ولا بنالتي ولا برا فاول برا ابو عبد الله فيها احتكاك بالصوت برا ولا داخل والله مو واضحه لا برا داخل بس انه هو ما حسبها يعني ما حسبها لا فاول ولا بلنتي صح ولا صح برا يا ابو جاسم فهذه اذا كانت داخل بلنتي الحين شوف الاعاده الثالثه هي شوي فيها احنا مسويين زوم من شويه فشوفوها عاد يمكن تكون اقرب لكم شوف لا برا 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 رايك خلاص بس هني الحكم بلنتي. ما حسبها بلنتي. لا تحاكيني هذه بلنتي وما حسبها ما حسبها الحكم لا برا هذه من الهدايا فاول برا فاول برا هذه من الهدايا اللي الحكام قاعد عندهم سخاء في نروح حق القرار التحكيمي ناس كره ما بعد شيء يصير نروح القرار التحكيمي الثالث في المباراة هذا الهدف يعني هم في ناس تقول تسلل في ناس تقول لمسة يد خذاها بيده معلمنا محمد شو تقول ما شفناه ما شفته ما لقى الحكم على اوفسايد بطير اوفسايد ولا بيده اوفسايد خلف بيده مو بيده ما ادري انت تشوفها والله بس عود تصويركم يعني ذاك هذا تصوير يعني مو نقل يعني ما نقدر لقطه مو واضحه يعني بالنسبه لنا حتى الخط الاوفسايد مو واضحه باللقطه ما اقدر نحكم عليها كاه شلون اقدر احكم بهاللقطه واضحه هذه خلاص واضحه اوفسايد لا بالنسبه لي اوفسايد اقول لك حتى لا بالايد ولا بال حتى لو التصوير ما هو واضح حتى لو تجيب لك عمي يقول لك اوفسايد بس اوفسايد بس انا والله وفواز والله مو واضح لكن ترى حكم يا جماعه المساعد ترى طيب حكم دولي فارس الشمري يعني مو حكم مثلا جديد ولا ايش قلنا له ما قلنا له شيء قلنا له اوبشن اقول لك يعني ممكن لو حكم جديد اقول فارس الشمري لايمن هو عد علينا بلنتي العام لقطه هذه بيده ما ادري لا لا المساعد رفع الرايه وعد علينا بلنتي لقطه عدي الملعب وعبد الله لا 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 قاعد طالع بس شوف شوف احنا لما زومت زومت عليها ابو سعود لا تصويرنا احنا تصويرنا كاميرتنا مو تصوير غناء غير غناء انت ايش تقول ابو عبد الله؟ لمسة يد مشعل لمسة يد ولا تسلل انت ايش تشوف؟ والله انا شفت في لقطه بتويتر اتوقع اوف سايد والحين لمسة يد لمسة يعني اوف سايد اوف سايد صحيح في صوبين تنتين اذا ما عديتها اوف سايد عدها عندي اخذتها قبل واخرتها جول وقلت له برا ثلاث نقاط راحت عليك نشوف القرار اللي بعده هني طرد هذا على انذار لاعب التضامن كم اخذ انذار ثاني ايش تقول ابو علي مستحق انذار ثاني انذار ثاني مستحق لا مستحق ابو عبد الله مستحق ابو جاسم مستحق ابو فواز اذا الكل يتفق على هذا القرار هذا اي اخر شيء هذه ابو جاسم اخر دقيقه اخر اي اخر اللعبه طيب خل نروح حق بس شوف التنبيه هني في صار شوي صارت مشاده ليش تدري ليش؟ لان اللاعب اللي قاعد يقولون له تعال اطلع برا بيبدلوا رجعت اول شيء يمشي شوي شوي ومحمد الهويدي مسوي نفسه متعور طاح وخذ له وقت ما يجوز هذا يعني حكم ما اعطى انذار والله تبي الصدق ابو جاسم احنا بعض الاحيان اللاعبين ما يساعدون الحكم خليك صارم شوف حسين الخضري وين داش لا لا خلي الحين مو مشكله يعني لا مو على داش الملعب داخل يعني في امور وايد في لا زين حسين يعني قاعد يفكر مو متهاوشين هم ها مو متهاوشين هم اللاعب قاعد يقول اطلع برا
في وائل الحين غير يبادر إيه بس حسين دخل يعني اللي فاتكم يمكن ما احترامي حق الدكتور يعني دخوله داخل الملعب في هذا في وقت خطا من الاخطاء التحكيميه ايضا الحين جاسم في وقت الضايق تسلك الكياب بالدقيقه ما يحق تسمع شوف حسين بفاككم يعني الدكتور هو كلام بس عبد العزيز ما تشابك بالايادي لكن حسين شحق داش صحيح اعتقد مدير الكره صح هو مدير الجهاز اذا كان مدير كره او رئيس جهاز صح ما يجوز ما يجوز ليش يعني سواء مدير كره انت الحين كانوا بيتهاوشون ف ما كان مدرب يا اخي هذا كان مدرب وهذا كان مدير اثنين يوقفون على الخط مال المدرب ممنوع فما بالك لما يدش داخل عبد العزيز صح لا تصير فوضى اكثر خلي النظام ما يجوز كذي والله عموما ما يجوز عبد العزيز حكام قاعدين يلعبون على كيفهم ومزاجهم انت تدش مسموح انا ادش لا شديد العقاب عليه ما يجوز صحيح لا تحاب نادي على نادي يا اخي حكم بضميرك خلينا نشوف انت ترى قاضي داخل الملعب صحيح نعم زين